السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ رحمان کے 37, 38, 39 اور 40 نمبر آیات پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال نون زبر ذن فا ای ذن شین قاف زبر شق قاف زبر قا فا ای ذن شق قا تا سین زیر تیس سین زبر سا فا ای ذن شق قا تیس سا میم الف مد زبر ما حمزہ فیش او فا ای ذن شق قات السماء فا زبر فا كاف الف زبر كانون تا زبر نت فكانت واو را زبر ورد دال زبر دا تا دو زبر تن وردة كاف دال زبر كد دال زير دي كد دي ها الف زبر ها نون زير ني كد دي هاني فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فا زبر فا يا واو زبر يوم ميم زبر ما فيوما همزة زير اي فيوم اي ذال واو ذال لام دو زير ذي لام الف زبر لا فَيَوْمَئِذِ لَا یاسین پیش یوس حمزہ زبر آ یوس آ لام پیش لو یوس الو فَيَوْمَئِذِ لَا یوس الو عین میم دو زبر عین نون زبر عن ذال میم زبر ذم باذر بی عن ذم بی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر چھوٹا سا میم لگا ہوا رہتا ہے اور وہ میم غنہ ہوتا ہے. عن ذم بھی با زیر بھی ہے کڑی زیر ہی بھی عن ذم بھی حمزہ نون زیر ان سین دو پیش سن ان سن واو زبر وا ان سو وا لام الف زبر لا جیم الف مد نون زبر جان نون دو پیش نن ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.